موزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. على خاطر اللي يلغي أضرام وهو الراشد واللي ينحي البلاد من الصراعات وهو اللي عنده فكر وعنده تقدم في البلاد وعنده قامة تحي أضرام. احنا مدينة دينا الحوار وعنا بحر يتكرها الوزارة دي كيفهاش عباد. أي واحد اليوم أي إدارة وأي إدارة مصالح مشتركة اليوم الإدارة بتاعها بتاع مصالح مشتركة ناقصة ياسر ناقصة عملة ونقصة إطارات ونقصة كفاءات زادة فيها في شيخ موار. خاطر الموظفين هذين يستحقوا أكثر من هكاية أكثر من هكاية. اليوم الوراق بابي نشروه أبسط الحاجات بتاع الفرنيتير بتاع البلاد نشروه تدخل تسامتاج قاعة استماعات تعرفش معناها قاعة استماعات شكون يجيها الطبقة الثانية يجوها من كبار المسؤولين اشتروا الدبوزة حدين الجير نقصوا في دينا وصارت الصناعة وما أدراك الشركات مؤسسات الكل نصرفوا عليها وما عندناش حتى قطاع نجم ندبروا للعباد سومالينا بليز ولا كواندوات ولا بوت ولا يعني عباد في الشتاء منهم بليل منهم عبد الحق طبق العملة تلقاها غاطس في قمه وما الكافئوه حتى شايسة بل نعملوا لك السينار. اليوم الإدارة الدولة طلبت منك تخدم الصباح ولا عشية اليوم عناد انت تغيب نص نهار يقول لك وينك الدولة عطاتها نص نهار اللجنة العلمية تقررت هكاكا ما نجم احنا كل ما يجيها ابنها الوزارة دي يصير فيها المسخ كل ما يجي ابنها يصير فيها المسخ تعدت علينا إدارات بلا هو كل ما يجي ابنها يصير مسخ. آخر نقطة وخليكم كلمة الخلاق كاتب معاه اللي حضروا واللي جاوا واللي معناها يعرفوا قيمة الوزارة هذه العباد اليوم راهي الناس كلها تعرف قيمة الوزارة هذه. الوزارة هذه هي دار بتاع الصناعة دار بتاع الجنرالات وبين السيرفر وبين أي شكل تحب تطور تحب تطور تحب أن برودويت نيكس وتعطيه الناس كل في الروج. اليوم يودي كان ثم حاجة بعد الروج بوردو تخلاله النوار الفير هدي الألوان الكل قوس قزح اللي كنت متعنا كلها قوس قزح. اليوم عباد تعاني تجي في النقل العمومي تجي في كذا. بعثت لها مراسلة على ظرف الوضعية حبيتها يوم هنا باش نزيدوك دقري في اللونجل متاعك مانيش نحكم انا اصلا ماهيش غايتي اني نحكم تو هنا فرق باش يصبح شد يخنق. احنا رانا ندافعوا على مبادئ ندافعوا عليها هي اشتحب. كاتب العام نقابة اساسية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم اعوان الوزارة يعبروا على غضبهم في الوقفة الاحتجاجية هذية اللي جات معناها بعد تهميش الوزيرة للكفاءات متاعنا وبعد تهميشها للنقابة ومتحبش معناها تتحاور ومتحبش تعمل اليوم حوار حقيقي ومتحبش تعمل ديكريتير ومتحبش تعمل شفافية في الوزارة تحب تحكم وحدها بيروها مسكر على روحها وتحكم وحدها وتعمل وحدها. احنا اليوم ما نشوش نحكم معاها. احنا اليوم جيناها وطالبناها ان تكون توضح لنا برنامجها توضح لنا شنية البرنامج متاعها علاش اليوم بعد 3 أشهر اليوم نتعين لنا رئيس ديوان يقولوا انه بشي قسم الوزارة وبشي رجعاها وهي اليوم عاملة لي بوست كلها اون دوبل. اليوم علاش المجموعة الوطنية تخسر كيك زوز مديرين عامين زوز كذا زوز كذا في حين ان احنا كلنا من جيش 400 واحد علاش زوز اقسام علاش اليوم يتهمش علاش اليوم قطاع الطاقة هذا اليوم نحطوه نحن نسألوا سؤال كبير ياسر شنية علاقتها الوزارة دي وانت تعمل شنية علاقتها بالكامور مش باك ترجع الوزارة يتنحى الكامور تتولي وزارة واحدة يرجع علاش الفصفات حابس. اليوم الوزارة هذه هي بجاوب على الأسئلة هذوما الكل إذا كان يتهمشوا الأعوان متاعها وتتهمش الكفاءات هذوما دي شيف سيرفيس دي سو ديريكتور مديرين معناها عباد كفاءات في البلاد هذوما هما اليوم علاش يتهمشوا علاش أبسط مقومات العمل الإداري ما عندناش سيروات ما عندناش أوراق ما عندناش أبسط حاجة صابون تطلع لفوق كل تواليت فاش طرد دبوزة يعني راهو شيء معناها تهميش كبير ياسر راهو معناها وصلنا للحضيض راهو. المطالب نتاعنا هو بعثناها نحن لخصناها في من الاول معناها في 16 نقطه. اول طلب هو تفعيل محضر الاتفاق من تاع 2018. المطلب الثاني ان نظر في الوضعيات الهشه نتاع الزملاء عندنا عباد كونتراكتويال عندنا عباد مفصولين عندنا عباد كذا اليوم علاش يقعدوا هكاك مهمشين. النقطه الثالثه اللي هي النظر في معناها وضعيه الوزاره بعد التقسيم واعاده الدمج علاش بوستون دوبل علاش نوحدوا المخاطب. اليوم عندنا عباد كفاءات بي دي جيات منحيين شادين برواتهم شادين ديارهم ما يخدموش يخلصوا على الدوله عليه هذوما يجوش يخدموا
معناها برشا عندنا برشا ليست كامله نتاع مطالب. جاوبت معاكم الوزاره؟ هي قابلناها قعدنا معاها ثلاث سوايع ما عملت محضر جلسه. ما كيك حديث 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 كهو سمعتك بنروح خرجنا لها مراسله بتاريخ 12 نوفمبر جاوبتنا قالت لنا يجي 4 ديسمبر معناها تلعب بالاجال خاطر هي ما حبت هي ذي مديره عامه نتاع الوزاره مش وزيره هذه انا قلت لها برا يقول لي وزيره راه مش هكا عملوا العباد مش هكا كرامه العباد راي اهم حاجه كي تحب تولي وزير اليوم وتحب تنجح في الدوله احترم العباد وشوف كرامتهم واسمع العوين هاو خرجوا اليوم الناس الكل لبرا هاك تشوف فيها بالطبيعه يعني نحن هذه بالوقفه احتجاجيه بلغنا اصواتنا باش نرجعوا نخدموا توا نحن رانا معناها الناس ندعو للعمل ندعو للانضباط مش دعاه فوضى لك ونتحركوا في اطار مضبوط واطار نقابه واطار معناها تاطير اتحاد عام تونسي للشغل مش المرجان نولوا نساعدوا اذا كان ما حبش تستجيب نولوا نتاسفوا معناها انا باش نلتجئوا للضرب اللي احنا ما نحبوش نضربوا اليوم نحبوا وزارتنا تطلع ما نحبوش نضربوا نحبوا نخدموا اليوم هي ما قاعده تعاون فينا على الخدمه. النداء نتاعي انا اذا خاصه السيد المشيشي شنو هي حكايه وزاره الطاقه هذه وزاره الصناعه شنو هي علاش زوز وعلاش ما عملتش رئيس ديوان وعلاش هذا الكل جاوبنا اليوم شنو هي حكايه الطاقه هذه وزاره وحدها وعملها وحدها في تركينا شنو هي الحكايه واسكو باش تقسمها اسكو انت بايعها لحزب اخر قول لنا علاش نقعدوا نشيحوا في ريقنا